لو جيت قلت لك الكلمات دي، الصين، الإغريق، الجرايد، وناسا، مستحيل تتخيل اني بتكلم عن لعبة من احد اقدم الالعاب اللي عرفها تاريخ لحد ما تكون اول لعبة تهرب برا ولا في الجو للأرض. النهاردة هنحكي عن التاريخ الكامل لليويو. الموضوع قديم قديم جدا لدرجة ان ما حدش فاكر ولا عارف اليويو بدأ امتى وفين. في ناس بتقول انه كان لعبة لعيلة القوم في ايام الاغريق، وفي ناس بتقول انه كان سلاح في ايد الصيادين الفلبينيين، وفي ناس رجعت ابعد من كده بكتير لدرجة انها توصل لاكتر من 3000 سنة في ايام الامبراطورية الصينية. واتنقل اليويو للحضارات المتتالية لحد ما وصل لاوروبا، وفي لوحات كتير بتصور الاطفال وهما بيلعبوا باليويو لحد ما نوصل للعصر الحديث، تحديدا في اوائل القرن العشرين. بيدرو فلوريس مهاجر فلبيني سافر للولايات المتحدة الامريكية وفتح مصنعه الخاص بالالعاب، واول حاجة لقاها في السوق الامريكي انه ما فيهوش يويو اصلا. تقدر تقول ان سوق اليويو ميت في امريكا، وفي 1928 يبتدي اول خط انتاج لصناعة اليويو في امريكا. اليويو بدأ ان هو كان حتتين خشب معمولين ومربوطين بحتة في النص، وما كانش فيه اي نوع من رمان بلي او اي حاجه، مجرد حتتين خشب مربوطين في بعض، وكانت الجاب ضيقه جدا. كان الشيب ده اسمه امبيريور، كان اسمه امبيريور ديزاين او الامبيريور نفسه. فده كان معمول مينلي علشان البيكتشر تريكس، او اللي هو اسمه ده روك ذا بيبي، روك ذا دوج، الحاجات الخفيفه اللي هي الاشكال اللي احنا كنا نشوفها، اللي هي الحاجات اللي بتبقى حركه واحده وخلصت على كده. مش عشان اليوم ما بيلفش غير ممكن مثلا كبير و25 20 سنه. طب انا عايز ابتدت بقى في حاجه اسمها السترينج تريكس، اللي هي مثلا ترابيز، المصعد، والحركات اللي كانت الخفيفه اللي بتتعمل دي. فالجاب صغيره جدا، نعمل ايه؟ كنا بنجيب ورقه صنفره ويصنفروا الجزء اللي جوه، فبقى حاجة شبه كده، تمام؟ بس راوندت أكتر من هنا. ده كان اسمه موديفايد، الشيب ده كان اسمه موديفايد عشان كان موديفايد لشكل الإمبريور. بس بسبب الكساد اللي ضرب امريكا في الوقت ده، بدرو يبيع حصته لرجل اعمال امريكي اسمه دونالد اف دانكن، ومن هنا نقدر نقول ان التاريخ الحديث لليويو بدأ. بيدرو كان فلاح فلبيني جاي امريكا عشان يعيش الحلم الامريكي، لكنه ما عرفش السوق ولا المجتمع الامريكي كان ازاي، على عكس دانكن اللي كان رجل اعمال اقل كلمه توصفه انه عقر. قبل ما اقولك هو كان عقر ازاي، لازم اشرح لك حاجه. الاول، زمان قبل اختراع التلفزيونات والراديو كان مصدر الاخبار الوحيد هو الجرايد. كانت الناس بتشترك في دار النشر عشان توصل الجرايد لحد بيتها. كان بعد ما يتم طباعه الجرايد بتوصل للنيوز بيبر بويز، اطفال بيشتغلوا على توزيع جرايد للبيوت وبيقبضوا النتيج ده. ونروح هنا لويليام راندولف هارست. ولو ما تعرفش مين ويليام، فهو صحفي وصاحب اكبر سلاسل الجرايد في امريكا في الوقت ده. ويليام كان عنده مشكله، وهي ان في اوقات الجرايد بتكون فاضيه وفيها اماكن كتير مش مستغله، وكان بيحل المشكله دي بوضع مقالات تافهه وقديمة، فكان الناس بتبطل تشترك وبيخسر. دانكن راح لويليام وقال له: بص يا معلم، شايف الحتت الفاضية اللي في الجرايد؟ احنا هناخدها ونحط فيها اعلان مسابقات اليويو اللي هننفذها، والجوائز اللي ممكن توصل ل 100 دولار بحالهم. تخيل 100 دولار دلوقتي ثروة، ما بالك زمان. والشرط الوحيد اللي يخليك تدخل المسابقة بتاعتنا هي انك تبيع من اشتراكين الى 3 اشتراكات للجرايد. دانكن ابن الذين عارف ان الاطفال الوحادة اللي معهم فلوس هم النيوز بيبر بويز، لانهم الاطفال الوحادة اللي عندهم شغل. فضرب 3 عصافير بحجر واحد، منها زود الاشتراكات لجرايد ويليام، ومنها باع اليويو بتاعه لأطفال عندها قدرة على شرائه، ومنها سوق لليويو ناس أكتر في جرايد. دماغ حرفية ما تتوصفش غير بأنها عقر. ويليام اقتنع بالفكرة، منها يملى الأماكن الفاضية، ومنها أنه مش خسران حاجة. وفي أول 6 أسابيع بس ويليام بقى عنده 50,000 مشترك زيادة. ويليام اتجنن وراح لدانكن وقال له: يا معلم، أنا بطاطا تحت رجليك، حط الإعلانات اللي أنت عاوزها. وبكده دانكن بقى ليه افضليه ما تتوصفش على باقي المنافسين ومصانع الالعاب، وكده دانكن حل مشكله التسويق. ندخل على مشكله الكساد. دانكن بعد ما اتاكد انه خلاص السوق بالكامل ليه، قرر انه يساعد العماله اللي عنده،
واللي كان معظمهم فلبيين، وعلمهم على أعلى مستوى. مش بس كده، ده خلاهم يعملوا عروض على الناس، وحركتهم قدام الناس كأنها حركات قتالية، والمسابقات كانت في كل مكان، وتنتهي أول حقبة لليويو لحد ما يجي عصر جديد. That's for babies. اليويو بقى مصنوع من بلاستيك، الخشب بقى موضة قديمة وميتة. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ التطور كان ماشي ازاي؟ عايزين نعمل ايه؟ عايزين نطور بقى اللف شوية، ال 15 سنة دول مع الشكل الجديد مش مكفيين، عايزين نعمل حركات جديدة على الحبل. طب ما نحط رمانة بلي رفيعة. تمام؟ تمام. هنا بقى من هنا جه حاجة اسمها ريسبونسيف بلاير. يعني كنا دايما بنلعب بيها، بننزل اليويو ونعمل كده تروح اليويو طالعة ايدينا تاني. بقى الدان ريسبونسيف. عمل بقى شوية حركات بدائية بالحبل. الحركات الأساسية اللي احنا بنتعلمها في الأول. تخيل يويو بدل ما كان أقصى مدة لدورانه 45 ثانية بقى ممكن يدور لدقيقة ودقيقتين. الموضوع كان ثورة، خلى فيه إبداع أكتر في الكومبو، وطبعا ده غير نزول أنمي سوبرسونيك سبينر في 1998. طر أيها يويو علي في السماء من بين أصابعي حلق في الفضاء، واللي خلى فيه زيادة أكتر في التعرف على اللعبة. وعلى عكس زمان، اللعبة كانت إلى حد ما محدودة في حركتها، دلوقتي بقى في حرية في الحركات، لدرجة ان اليويو كان تعريف لجيل بداية الألفية في الحرية. اليويو بقى ثقافة أكتر منها لعبة. وفي 2006 ينزل مسلسل بليزينج تينز. المسلسل استمر الأربع مواسم لأكتر من 160 حلقة، خلى شعبية اليويو تزداد أكتر وأكتر، بس برضو لسه اللعيبة حاسين انهم متكتفين بديتين وعايزين اليويو يلف اكتر عشان يعرفوا يعملوا حركات اكتر. قالوا بعد كده طب اليويو بترجع تخبط في وشنا على طول، اليويو بترجع احنا عايزين وقت اطول واليويو ما ترجعش، طب نعمل ايه نعمل ايه؟ لقوا اليويوهات بعد فتره من الاستعمال ما بقتش تطلع، فاما يضطروا يغيروا اليويو اما يعملوا عليها تعديلات. كانت اليويوهات دي معموله مخصوص اللي هي حاجه اسمها لوبينج، اللي هي حول العالم، واللي نحبت اليويو ترجع تاني. لحد ما قال لا ده انا عاجبني الحوار ده بيدي وقت اطول للعب وبيدي حريه في الحركات اكتر. خلاص هنستمر على الـ على الـ على الحركه دي، على النوع من اللعب ده. وابتدى اللعب الان ريسبونسيف اللي هو اليو مهما تنزلها تلف وقت طويل قوي معاك وما تطلعش ايدك غير لما تعمل حركه معينه اسمها البايت. طب احنا عايزين نعدل الشيب عشان مش نافع قوي مع الحركات السترينج اللي على الحبل. تمام. فعملوا حاجة اسمها الموديفايد البتر فلاي شيب، بحيث ان هم قلبوا اليو العكس. فدى مساحة اكتر ان الحبل ينزل على اليو. نسبة الخطأ بقى اقل شوية. من الشكل ده او الشكل الرفيع ده. تمام؟ تمام. ومن هنا بقى ابتدت المودرن سكول يو، الاسلوب الجديد في اللعب اللي احنا كلنا بنلعب بيه دلوقتي. اليو ار ريسبونسيف وعريضه ونقدر نلعب بيها براحتنا. طبعا ده بقى جيب تفرعات كتير بقى من جوه. لقيتها بقى فضلت على الباتر فلاي، لا هي قلبت بقى بحاجه اسمها اتش شيب وفي شيب واورجانيك شيب وهجين بقى من كل حاجه وحاجه. الفرق ما بين كل حاجه ايه؟ ده الفي شيب، حاسس ان هو عامل شكل دي. تمام. الفي شيب ده اساسه السرعة وان اليو يبقى خفيف معاك في اللعب، يجري معاك بسرعة على الحبل. الاتش شيب شايف انت القط ده بينزل كده ويطلع كده. علشان بيحط الوزن بتاع اليو كله هنا على الاطراف. فبيدي اليو دي استابيليتي عالية جدا، برضو بيستعملوا في المسابقات، بس اكتر ان هو يزود طول الوقت بتاع اللف اليويو عشان بيحط ماتيريال اكبر بكتير هنا على الرمز، فبيدي وقت طويل قوي فيعمل حركات معقده واطول. في جزء تاني بقى اسمه الاورجانيك شيب، ده بيبقى شبه الاو المقسومه نصين ومتركبه على بعض، ده هيبان نوعا ما هو ليها جين بس هو يبان ان هو او شيب. ده اكتر حاجه اساسيه فيه انه مريح في المسكه،
انا بص ده مستريحه ازاي على اليويو، مفيش حاجه شارب، مفيش حاجه شارب زي الفيك ابقى انا ماسك فيها. شايف دول لما يرجعوا في ايدك يخبطوها كذا مره هيوجع ايدك. الاورجانيك شيب او الاو شيب لا، مريح في المسكه، والناس بتستعمله لما ابقى زهقان من حاجه من حاجات من الاشكال التانيه علشان مش متعب في اللعب قوي، وبيعمل حركات اسمها الريجكشن اسهل، بس مش بيستعمل لمسابقات كتير عشان بيبقى فيه دراج او فيه فريكشن او فيه احتكاك كتير قوي في جوه اليوم. وبقى فيها جيم بقى، في حاجات بتجمع ما بين ال اتش شيب والفي شيب، يعني حاجه زي كده، هو جامع ما بين الفي وجامع ما بين الاتش. ده كل اليوهات دي اللي انت شفتها حاجه اسمها مونومتر، معموله من نوع معدن واحد. بتفرق ايه مثلا الماتيريال اللي مستخدمه؟ اصلا انا شفت فيديوهات كان في حاجات ستانلس ستيل وحاجات كربون وكربون يعني فايبر مثلا ده برضو. باين بره والومنيوم من جوه، الفرق هيبقى عامل ازاي؟ اللي هو الصلابه بتاعته اكبر، فانا اقدر اخلي الحيطان دي ارفع وازود الوزن هنا فيزود استابيليتي ولف هنا على اليويو، فاهم؟ هنا نفس الكلام، الماتيريال ارفع 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 لحد ما يبقى هنا سميك. تمام. فعلى حسب نوع الماتيريال اللي شغال بيها هو متحكم فيها. الباي ميتال هو بيستعمل ستانلس ستيل من بره، فالستانلس ستيل الكثافه بتاعته اعلى من الالومنيوم، هيقدر يعمل تصاميم اكستريم اكتر مع شكل نوعا ما حلو. يعني بص الفرق ما بين الستانلس ستيل هنا السوكنس بتاعه قد ايه، والستانلس ستيل فين، والالومنيوم هنا بص السكنس بتاع البتاع قد ايه، شوف الفرق طب هي كشكل كتير. بس يعني؟ لا ما اداء انت عندك الملي هنا بيفرق، الجرام هنا في اليو بيفرق. يعني احنا بنحسب الديامتر بتاع اليويو، وبنحسب الويدز، وبنحسب الجاب اللي جوه دي، كل ملي وكل جرام وكل حاجه بتفرق. اليو اخف فيحس على احساس الحبل انه خفيف وسريع، لكن ديزاين اليو ممكن يكون اليو مثلا 61 جرام، خفيف جدا بحسسه على الحبل تقيل بسبب ان الوزن كله متوزع بره، فمديك الاحساس بتاع التقل ده. والفرق وفيه يبقى تقيل، بس لو ساعة الوزن بتاعته مديني احساس فيه اللعب فيه خفيف. كل الاختلافات دي ولدت خمس ستايلات لعب رئيسية. أولهم هو الوان ايه، بيبقى باستخدام يويو واحد بيكون مربوط بصبعك مباشرة، وده أبسطهم. وبعد كده التو ايه، وده من اسمه بتستخدم فيه اتنين يويو من نوع ريسبونسيف، ومعظم حركاته بتكون معتمدة على اللف. وبعد كده الثري ايه، وده بتستخدم فيه اتنين يويو من نوع الان ريسبونسيف، وبعده الفور ايه. وفي النوع ده اليويو والحبل بيكونوا منفصلين عن بعض. واخيرا الفايف ايه، وهنا الحبل بيكون متصل باليويو لكنه مش متصل بصبعك. وكمان في ستايلات جوه الستايلات دي. في بقى مثلا في الوان ايه كذا ستايل جوه بعض، يعني في التك وفي الفلو وفي السبيد وفي السلاك وفي المتر. يعني ايه كل المصطلحات دي؟ التك ده مثلا الستايل بتاعي انا بحب التك والسلاك عن اي حاجه تاني. تك ده يعني علاقات حركات معقده، انا بحط اليو جوه حبلين واخرجه من حبل وادخله جوه حبل تاني والف لفه ومش عارف ايه، اعمل شكل او اخرج من العقيد اللي انا فيها دي. السلاك هي حركات بتعمل بتتكون ازاي؟ السلاك عباره مثلا انا عامل يو كده وفي سلاك هنا، يعني انا اليو اهي وسلاك بقى بعمل بيه حاجات ادخله جوه اليو، فاهم؟ الميتا هي حركات بتعمل بوينت كتير في المسابقات زي اللي في اليوجي. عندك الدكات ميتا هي اللي بتكسب، لما تخش اي تورنمنت يوجي بتلاقي دكات معينه انت عارف ان الدكات دي هتوصلك لحد فين. المسابقات بتبقى عباره عن ايه، انا مش فاكر الترقيم قوي، بيبقى 60% اظن اداء و40% اسمه ايه ده نسريات اخرى. اداء دي يعني ايه؟ يعني انا مثلا عامل بيبقى 3 دقايق اقصى حاجه للعرض بتاعك، 3 دقايق، تمام، يبقى 20 دقيقه ودقيقتين وثلاث دقايق على حسب انت درجت ربع نهائي نص نهائي ونهائيات. بيحسب لك نقط على كل خبطه يويو على الحبل، ومفيش حركات متكرره،
يعني مثلا نزلت حركة شرابيز خدت عليها نقطة، عملتها تاني مش هتتحسب لي نقطة، أيا كان مدى تمام؟ صعوبتها. يعني انت مثلا عملت حركة سهلة بنقطة، عملت حركة أصعب بنقطتين، عملت حركة صعبة جدا بتلاتة. طب وايه المعيار؟ اليويو، اليويو ما عملتش الحركة دي اسحب منك نقطة، غيرت اليويو على الاستيتش اسحب منك نقطتين، اليويو وقف مرة ولفته تاني وحطيته ورجعته تاني لإيدك، ادي نقطتين اتسحبوا منك. عندك السينك مع الموسيقى، لو انت الحركات بتاعتك ماشية على رتم الموسيقى ده بيزود نقطة، تفاعلك مع الجمهور بيزود نقط، استغلالك لمساحة الستيج بيزود نقط. performance يعني بمعنى صح. هو بيرفورمانس جدا، هي انت مش لعبة انت واقف بتعمل متسمر في مكانك بتعمل حركات، لا انت بتعمل انجيجمنت وبتهايب مع الجمهور، بتعمل حركات الجمهور يهايب معاك، كل دي نقط. السول مع الحاجة الأساسية مع لعبة اليو الموسيقى، دايما معظم تلاقي ناس بيلعبوا مشغلين أغاني في الخلفية وبيلعبوا، لان الموضوع فعلا بيبقى ممتع مع الاغاني، ولو انت بتسينك مع الاغنيه الموضوع فعلا بيبقى بيطلع بشكل حلو. مين اللي بينظم الكلام ده لليويو؟ شركات اليو هي اللي بتنظم الكلام ده وهي اللي بتسبونسر الكلام ده، الشركات كلها هي مش شركه. عندك مثلا ماجيك نيو فاكتوري، دانكن يو دي اكبر شركه واول الشركات اللي عملت يو في العالم في الولايات الامريكيه اللي نزلت. دانكن دي من اقدم الشركات ومن اول الشركات اللي عملت يو، واكتر يو هم مشهورين بيها الفري هاند، يو اسمها الفري هاند، يو دي ايكونيك بالنسبه لهم، كانت يو اورجانيك معموله للكام للفايف اي اظن. عندك ماجيك يو دي اكبر شركه صيني وارخص يوهات، عندك يو فاكتوري وعندك دانكن وعندك يو فريند، يعني في حاجه زي الاتحاد وتوب يو. مش اتحاد، هو كل شركه مع نفسيها وكل شركه عامله تيم وسبونسر للعيبه بتاعتها، لما يبقى في مسابقه بيدفعوا فلوس عشان يمولوا المسابقه دي، مش حاجه واحده زي كونامي او اولدي او اي حاجه من الحاجات دي، مش حاجه واحده هي اللي بتنظم كل ده، فاهم؟ هي بتبقى شركات كتير محطوطه ورا في الخلفيه وانت بتلعب. المنظمين هم لعيبه، هم لعيبه بقى، لعيبه فعلا من احنا، وبيجمعوا ناس وبيتكلموا شركات، الشركات بتعمل سبونسر ليهم فبيعملوا مسابقه، فاهم؟ هي منظمه كبيره كاسم لكن ما فيش حد محدد اللي ماسكها، عشان كده تلاقيها مفرطه مننا شويه، عشان كده ما تلاقيش زي السباقات في العربيات في مصر او يوجي من كونامي، ما فيش حاجه معينه تقدر تمسك ايدك فيها اللي هو تعال اعمل لي هنا مول لي هنا عشان نعمل مسابقات. الموضوع مش منظم يعني، مش قوي. يعني في نسبة في مصر هو احنا بس ثلاثة بس اللي سبونسر من شركات بره، ثلاثة بس؟ مفيش غير ثلاثة بس سبونسر. طب انا دلوقتي عرفت اوصل لسبونسر تمام؟ وعايز العب مسابقات، ما انا مش هقعد كده، انا عايز العب. سافر على حسابك، كله على حسابك. امال ايه لازمه السبونسر؟ عندي للاسف يعني لو اونلاين كونتست مثلا فيها مثلا في للدخول الشركه بتاعتك هي اللي مسؤوله انها تدفعها، بس مش هتدبر لك تذكره سفر وفيزا عشان تروح تسافر. فاهم يعني ايه؟ لو اونلاين كونتست انا ممكن اكلم الشركه اللي انا سبونسر منها اقول له بقول لك انا داخل همثل باسمك بتيشيرت الهياب بتاعتك، قال لي تمام الفي كذا الفي عليه، وساعات من غير ما انا اكلمه هو بيجي يقول لنا في مسابقه حابين تشتركوا تمام والفلوس عليا. لو انت عايز فعلا تمارس اليويو وخصوصا لو عايش في منطقتنا فالموضوع تقريبا صعب جدا، مش بس عشان الكوميونتي صغير او مفيش سوق لليويو او حتى عشان ضعف الدعم وقله المسابقات، بس عشان بجد اليويو محتاج تعب وتدريب مستمر، وفي الاخر تقريبا ممكن ما تكسبش اي حاجه. انا هنا مش عايز اخوفك او اقلقك من انك تستمتع بحاجه نفسك فيها، بس انت بجد محتاج يبقى عندك كميه صبر وتدريب عشان تلعب باليويو. زي ما اليويو بيلف ويدور انت كمان لازم تجيب اخرك وما تبطلش دوران. Oh, my God.
شكرا جدا لوصلكم لحد هنا، وشكر خاص لعمر اللي استضافته معايا في الفيديو. الراجل ما قصرش خالص في كميه المعلومات الرهيبه اللي قدمها. كل الروابط الخاصه بعمر هتلاقوها في الديسكريبشن وفي اول تعليق، ده غير لينكات الكوميونتي الخاص باليويو في مصر، تقدر تنضم اليوم تسالهم على كل استفساراتك على اللعبه. وما تنساش بما انك وصلت لحد هنا تدوس لايك لو الفيديو عجبك، ولو عايز تشوف مواضيع زي دي تاني اشترك بالقناه واكتب لنا تعليق وقول لنا ايه هي ذكرياتك مع اليويو.